مين؟ أنا الطرطور أختي. خير طرطور، شو في؟ ما في شي، بس حبيت قلك إني لقيت الجرة. لقيت الجرة؟ إي نعم. وينها؟ جبتها معك؟ لا يا أختي، خلينا نتفق أول شي، أنا بدي 100 ذهبة لحتى أعطيك الجرة. 100 ذهبة؟ من أين بدي أجيب لك أنا 100 ذهبة؟ إيه هاي جرة قديمة وأثرية وحقها غالي، يعني إذا بدك اكتبي لي الدار باسمي، كل دارك ما بتسوى 100 ذهبة. فكري ها أختي، وبكرة برجع باخذ جواب. معقول هالمقوص يكون لقاها؟ بس شو هالأجدب هاد؟ ليش بده 100 ذهبة؟ معقولة عرفان إنه بقلبها في ذهب؟ لا لا مستحيل، لو عرفان ما طلب بس 100 ذهبة، كان سرقها وما خبرني، بس الله ستر ما فتحها. معقول يكون فتحها؟ ما بظن إنه يفتحها، لأنه ما نو حاسس على الذهب يلي فيها، هو مفكر إنه أثرية. إيش هو أعمل أنا؟ معقول أكتب له الدار باسمه؟ إيه ليش لا؟ بكتبها باسمه وبس أخذ الجرة بطالع الذهبات وبرجع بشتريها منه، وهيك بترجع لي الدار ومعهن الذهبات. حتى لو نقصوا 100 ذهبة شو يعني؟ بيكون وصلت يلي أنا بدي إياه. لا بلكي بيكون عم يضحك علي. إيه والله والله ساعتها لحتى علق مشنقته. بس هذا درويش ما بيعملها.